هلال. اهلا اهلا كيف. السلام عليكم، لاباس عليكم، كيف دايرين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. دونك بلوك جديد وفيديو جديد غادي تدوزوا معايا هاد النهار، وكما شفتوا في العنوان يعني ما غاديش يكون عندي شي حاجه ما غادي نديرها. مهم بالنسبه لراجلي سمح فيا وخلاني بوحديتي في الدار انا وبنيتاتي، وما غاديش يفطر معانا اولا ما غاديش يشوفنا تقريبا يمكن شي سيمانه ولا ما عرفتش بالضبط شحال. المهم طلعنا له فراسو، شتي اجي ونسوني كنسو معايا، خصوصا انا هنايا في الناظور ما عندي حتى شي حد يعني غير بوحديتي. هذا ما كان غنوض نبكي. لا عندك غير كنتفلى معاكم. هي بصح راه ما غاديش يكون معايا مهم، ولكن هو في الخدمه، مشى للخدمه وهذا ما كان. يعني بصح غادي نجلس بوحديتي بعد شي ايام، ولكن معليش الحمد لله اللي معايا بنيتاتي ونسوني. هذا ما كان. مهم اذا ما بان الراجل ما كيكونش في الدار يعني غادي نديباني باش ما كان، وغنهني راسي ما كاين اللي ينقر عليك ولا يقول لك علاش نصوبتي هادي وعلاش نقصتي هادي. المهم غندير شي حاجه سهله، وكيبان لي ندير طاجين ديال الكفته مطيشه والبيض، ما عرفت يمكن نديرو. المهم انا غادي نشوف هاد النهار شنو غادي يكون. بالنسبه بغيت نجاوب واحد البنت قالت لي ما عرفتش واش تبغي نذكر الاسم ديالها اولا. المهم انا ما غنذكرش الاسم ديالها. قالت لي اسماء هملتي راسك بيني وبينك يا صاحبتي، وجه الله بنيتك كتهضري، غير واش قولي لي بنيتك كتهضري، وجه الله واش غادي نقادد ونزوز. رمضان اول حاجه، رمضان ثاني حاجه، الشقا ما كيساليش. داكشي عجيب وغريب، كل نهار وكتفكري فيه، كل نهار وكتقولي شنو غادي نوجد، والشقا الشقا الشقا تقولي سبحان الله العظيم. ما فهمتش يعني، رغم ان الايامات العاديه نوجدوا الفطور ونوجدوا الغداء ونوجدوا العشاء او نوجدوا الكوتي، المهم حيت انا كنما كندير الكوتي ما كندير العشاء. مهم يعني هادشي كامل كنديروه وما كنكونوش متعوبين، ما كنكونوش عيانين، ولكن رمضان سبحان الله العظيم اللي كناكلو فيه وجبه اولا جوج وجبات صافي كنعياو وكنتسالاو، والشقا ما كيساليش، غسيل الماعن ما كيساليش، الدنيا دغيا كترون. المهم بزاف ديال الحاجات، وزيدها على الواحد كيكون عيان يعني كيكون كيصوم كيتقاضى له الجهد، ويعني خاصو احنا ما نهضروش من الكوتي ديال الدين هذاك بوحديتو، يعني دابا حنا كنهضروا غير على المسائل اللي خاصنا اصلا نهضروا فيها، اما هذاك الشيء راه بيننا وبين الله ما كيهضر فيه حتى شي حد. يعني هذا الشيء كامل وبغيتيني نكون يا صاحبتي كنقادد ونزوز ونصمق، خلي هذاك الشيء حتى يفوت رمضان. يعني كيكون الوقت هذاك سبحان الله العظيم الايامات العاديه فيها كتلقاي الوقت، اما في هذه الوقيته هذه ديال رمضان ما كاينش الوقت، فوقاش اصلا غادي تصمقي وتولي زيني، ماشي في مساله ديال الضي يعني فراسك فوقاش ما عندكيش وقتاش، يعني مور المغرب يلا عاوتاني كتنوضي كتجمعي الطبله غتجمعيها، غادي تقادي عاوتاني الدار ولا غادي تجفيها ولا غتشوفي شنو غديري، عندكي صلاتك عندكي لا تقراي شويه ديال القران، كتكوني صافي فاتيكي كتبقاي تقولي فوقاش غير نمشي نرتاح. يعني عاد تجلسي قدام المرايه وقادد هادي وجر هادي وجبد هادي. المهم انا هذا نظري حاليا، انا راه المستاج قربت ندير له الضفيره، العاد حركة مقادد راسي. المهم يلا معايا جيت نحداك مساعدة لراسي تمارا، مشيت قالك باش نصوب هنايا التراب هنايا وهو يتخوالي كامل حدا الدار. دابا هذاك الشيء كامل ما كنتش عولا عندنا نسيق، دابا غادي نسيق بالسيف عليا. شنو واخا البنات هذه اللي قام عاد نقيتها، مهم ما فيها لا جدر لا حتى شي حاجه، هانتوما كيف ما غادي تشوفوا ما فيهاش جدر، ورغم ذلك غادي نغرسها وان شاء الله غادي تكبر بحال هذيك اللي حداها بالدار برا كبرات. دونك دابا غادي ناخذ غير هكا بحال هادي وغادي ندخلها صافي هكا غادي نديرهم كاملين. عينا بنتي عيني يدك، من بعد ما غادي نساليهم ندير لهم الماء صافي، نبقى عليهم بالماء واخا واخا هادو بعدا كاملين اللي فيهم شي هاد العريشات كاملين
غادي يموتوا ضروري ما يموتوا، حيت هذوك اللي كنت داك النهار غرستهم كاملين كانوا ماتوا، ولكن من بعد بوحديتهم عاوتاني بداو كيكبروا. المهم انا غادي نكمل وندير لهم شويه ديال الماء، غير خاصنا نبقاو مقابلينهم وصافي. صافي ها هما من بعد ما سقيتهم خليتهم، وبالنسبه للاخرين اللي كنت درت ها هما شتي كيبداو يطلعوا، وقسما بالله الا حرشه حرشه داك النهار طيرت منها واحد شويه مشيت درت بها اتاي، والله الا جات عرفتي جا داك اتاي غزال. والاخرى ها هي البنات. جيت باش ندير هذا الطاجين ديال الكفته بطيشه، المهم هنايا راني شلطت البصله وشلطت حتى الفلفله الخضراء تاعي قطعتها حتى مكعبات، ودرت واحد الثومه ما بغيتش نحكها درتها غير هكا صحيحه باش من بعد نزولها صافي، ودرت شويه ديال الزويته رومية وشويه ديال الزويته بلديه وهكا على ما طاحوا لي. دابا ملي غيطيحوا داكشي غادي ندير عليهم مطيشه، هنا عندي جوج ديال المطيشه تقريبا. غادي نزيد معاهم مطيشه ديال الحك شي معلقه صغيره، نزيد شويه ديال الكمون شي نص معلقه حتى هي صغيره، غادي ندير تقريبا شي معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء شي نص معلقه اولا راس بحال هذا الشكل، هذا راس معلقه صغيره ديال الابزار، وشويه ديال الملحه حيت الكفته ديجا مشرمله يعني فيها الملحه. صافي غادي نخليهم هكذا على ما تطيب لي حتى هذيك مطيشه، ومن بعد عاد ندير من فوق الكويرات ديال الكفته صافي، وشويه ديال المعدنوس. غادي نزيد لها بعدا شويه ديال الماء صافي، غير شي جوج معالق كبارين ديال الماء صافي. صافي هيا البنات كنظن هيا وجدات، هيا صافي لي دام هنا بدا كيبان ليه الزيت دونك صافي. دابا غادي ندير شويه ديال المعدنوس، غادي نحط الكسه صافي، غادي نخليها دابا حتى تشد راسها عاد نحركها، حيت الا حركتها دابا غادي تعجن لي. نزيد غير واحد شويه ديال المعدنوس من الفوق، صافي وغادي نخليها طيب غير هكا واحد 3 دقائق اولا ونجي عاود نحل عليها. صافي هنايا ها هي وجدات لي،
تقلات وكلشي. دابا غادي نطفي عليها وغادي نخليها حتى تقرب المغرب، عاد ندير عليها غير البيض. الروز يتسلق لي، هذا الروز هذا ندير غير شويه ماشي بزاف، حيت هذا غادي ندير به غير الشلاضه، ندير معاه شويه ديال الملحه صافي ونشد عليه. الروز غادي نزيد الخضره، بالنسبه للخضره فيها خيزو وفيها البطاطا وفيها الجلبانه وفيها لاريكو، غادي نشد عليها. اصلا هادو ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق، نشد عليهم دغيا دغيا ونولي نفتح عليهم. هنايا درت غير واحد الكميه صغيره ديال الروز، المهم ما درتش الروز كامل اللي سلقته، اذا حتى الخضره ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير النص. وغادي ندير الطون ديال الزيت، وغادي ندير حتى الزيت ديالو. وغادي ندير شويه ديال المايونيز، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، صافي نحاول نخلط غير بشويه باش باش داك الخضره ما تهرسليش. البنات هذا واحد الرجل اللي سامح فيه، يلا خرجت مشيت شريت، مشيت باش ناخذ الباكيت وما لقيتوش، تعذبت واحد المسافه وبعيده عليا الباتيسري، يعني ماشي قريبه، خليت البنات بوحدهم في الدار، حتى لي لقيت غير الخبز. المهم كيسحب لي نلقى الخبز وكراني عجنته اصلا. المهم ماشي مشكل، دابا شتي باش تعرفوا الرجاله مهمين في الحياه. حتى هو دابا مسكين راه محكور، كان شهيوات وداكشي وداكشي ديال الدار ونقيقي، ايوا ما عندنا ما نديرو. شوف بيني وبينكم باش يعرف بقيمتي. يلا مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت. بون البنات هذه هي الطبيله ديالي، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره غادي تشوفي القناه ديالي، ما تنسيش تضغطي على زر ديال الاشتراك اللي بالاحمر، وكذلك تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد اللي كنحطو. غادي نقول لكم تهلاو فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا. يلا بسلام عليكم.